يأتي الحب في كل الأشكال والألوان ويزور كل شخص بطريقة ما. انظر إلى هذا المبنى، كل نافذة تحكي قصة فريدة. لكن على من سيعثر الحب اليوم؟ تعال لنلقي نظرة، ما رأيك؟ أليس طالبة تعيش في شقة صغيرة في الطابق الثاني ورفيقها الوحيد هو قطها سموكي؟ يغادر المنزل أحياناً للتنزل، حيث يقفز بخفة من النافذة إلى مظلة متجر الطابق الأول. لا تشعر أليس بالقلق، فهي تعلم أن سموكي سيعود كما دائماً. تظن بأنه ذهب للصيد أو لمجرد تمديد أرجله كما هو الحال أحياناً، لكن هناك المزيد من الخبايا وراء هذه النزهات. تحضر أليس العشاء لها ولقطها، وقبل أن تبدأ الدراسة تنظر من النافذة، لا ترى سموكي في أي مكان. لقد أطال الغياب أكثر من المعتاد. تبدأ أليس في القلق، تجلس على مكتبها غارقة في التفكير، ثم تسمع فجأة صوت خدش ومواء خفيفا من خارج النافذة. تنظر وترى سموكي، لكنه ليس لوحده، بل يحمل هرة صغيرة في فمه، وتقف خلفه قطة برتقالية جميلة تحمل هرة أخرى. ينظر سموكي إلى أليس ويصدر مواء مكتوما آخر. لا يسع أليس سوى أن تضحك وترحب بسرور بالعائلة اللطيفة. كيف لها أن تقاومهم؟ يبدو أنها أصبحت تملك 4 قطط الآن. يعيش ريتشارد لوحده في شقته في الطابق الثالث. إنه كبير في السن الآن ولا يستطيع الخروج كثيرا كالسابق. يقضي معظم وقته جالسا بجوار النافذة ينظر إلى الشارع المزدحم في الأسفل. يتذكر أيام شبابه المفعمة بالحيوية والطاقة. أما الآن فقد رحلت عنه زوجته العزيزة، وكبر أبناؤه وانتقلوا للعيش خارج المدينة. يشعر ريتشارد بالوحدة أحياناً، لكنه لا يمانع ذلك، فقد عاش حياة حافلة ورائعة، وهو ممتن لأن أبناؤه وأحفاده سعداء وأصحاء. يباغته صوت جرس الباب، فلم يكن ينتظر أي ضيف اليوم. يسير ببطء نحو الباب وينظر من الفتحة. إنه ساعي البريد. يفتح ريتشارد الباب ويسلمه الرجل طردا صغيرا. ليس لدى ريتشارد أدنى فكرة عما بداخله، لكنه يوقع على الاستلام ويغلق الباب ويعود إلى غرفة المعيشة. يفتح الطرد ليجد صندوقا خشبيا. يتذكره ريتشارد على الفور، لقد كان هدية قدمتها له زوجته الراحلة مارثا في ذكرى زواجهما 20. ساعة جيب مع صورتها خلف الغطاء. لقد اعتقد بأنه أضاعها. بأيدي مرتجفة يفتح ريتشارد الصندوق ويرى الساعة وهذه الرسالة. يقلب ريتشارد الورقة ويبتسم. تنهمر الدموع على خديه وهو يقرأ الجانب الآخر. ملاحظة، سنزورك في الأسبوع الأول من مارس، إنه عيد ميلادك. تشعر آني بالقلق الشديد منذ عدة أسابيع. لم يسبق لسام أن عمل بمثل هذا الكد والاجتهاد، وأصبح مؤخرا يبقى في المكتب لساعات متأخرة، بينما تظل هي لوحدها في شقتهما في الطابق الرابع. واليوم ليس مختلفا. طلبت عشاء من مطعم سام المفضل، لكن الأكل برد، وكل ما وصلها هو رسالة نصية تقول: آسف يا أني عزيزتي، سأتأخر ليلة أيضا. ذهب أمل أني في عودته إلى المنزل مبكرا للاحتفال بعيد الحب أدراج الرياح. تحاول الآن قراءة كتاب، لكنها لا تستطيع التركيز، لذلك تطفئ الأنوار وتذهب إلى الفراش. تغط في النوم عندما يفتح الباب ويدخل سام. يتحرك بهدوء بالغ، يخلع حذاءه وسترته عند عتبة الباب، ثم يسير على أطراف أصابعه إلى جانبها على السرير ويجلس مداعبا شعرها برقة. تستيقظ وتنظر إليه وتقول بترنح: أهلا. يرد سام بنظرة يعلوها شعور بالذنب: أهلا عزيزتي. تشعر أني بوجود شيء غريب. تجلس على السرير وتنظر إليه باهتمام وتقول: ستنفصل عني أليس كذلك؟
يفتح سام فمه متفاجئا وينفجر بالضحك. تشعر آني بالحيرة، ثم يخرج سام شيئا من جيب قميصه. إنه لك، افتحيه. يعطيها صندوقا خشبيا صغيرا. ترفع الغطاء وتجحظ عيناها. تسأله: هل هذا سبب عملك الكثير مؤخرا؟ يرد سام: نعم. ويجث على إحدى ركبتيه: آني هاورد سميث، هل تقبلين الزواج بي؟ وبدون نطق أي كلمة ترمي آني نفسها بين ذراعي. يعيش جوني في شقة صغيرة في الطابق السادس مع والديه وأخيه الكبير. لم تكن علاقته مع أخيه أليكس جيدة. افترض أن السبب هو التنافس بين الإخوة، لكنهما خاضا قبل أسبوع شجارا كبيرا، وغضب جوني كثيرا لدرجة أنه كسر كاميرته بالخطأ. أحب جوني هذه الكاميرا، ولم يمتلك والداه المال اللازم لشراء كاميرا جديدة. اليوم هو عيد ميلاد جوني، ولا أحد يعرف بمكان أليكس. يبدو والداه غاضبين أيضا لأنهما يجهلان مكانه. لا يرد على هاتفه حتى يبدو أنه أطفأه. يشعر جوني بالغضب والحزن، وفجأة يرن جرس الباب وتهرع الأم لفتح الباب، لكنها ترى جيم وكامبرلي، أصدقاء جوني الذين دعاهم إلى الحفلة الصغيرة. يحل المساء ويجلس الجميع إلى المائدة، ولا يزال أليكس مفقودا. ينظر الأب إلى ساعته ويتنهد، ويغمز إلى جوني الذي يذهب إلى المطبخ. تفهم الأم التلميح وتطفئ الأنوار، ثم يحدث أمران في نفس اللحظة. أثناء سير الأب إلى غرفة المعيشة مع كعكة عيد ميلاد جوني، ينفتح الباب بقوة. يتوقف الأب عن السير والكعكة لا تزال في يديه، والشموع تشتعل. يهرع أليكس محمر الوجه إلى غرفة المعيشة. ينظر الجميع إليه فيما يحدق هو في جوني، ويقول لاهثا: مرحبا يا أخي الصغير، أرى أني لم أتأخر عن الحفلة، تفضل، عيد ميلاد سعيد. يفتح جوني الهدية ويرى كاميرا تشبه كاميرته القديمة. لا يستطيع تصديق عينيه، ويوشك سؤال على مغادرة شفتيه، لكنه يرى أن جيب بنطال أليكس فارغ، ويستوعب سبب عدم رده على الهاتف. يقول جوني بغصة في حلقه: هل تريد قطعة من الكعكة يا أخي الكبير؟ يجلس داني في مكتبه في شقته في الطابق الثامن، يحمل قلما ويحدق في ورقة فارغة. أقسم أنه سيكتب هذه الرسالة عندما يحل يوم 14 من فبراير، ولا يمكنه التراجع الآن. لكن يا إلهي، كم هذا صعب. ترتجف يداه ولا يعرف ما يجب عليه كتابته، لذلك يقف ويبدأ في المشي حول الغرفة. كان يعتقد أن الكتابة عن مشاعره ستكون أسهل من الاعتراف وجها لوجه. نعم صحيح، لكن إن لم يفعلها الآن فلن يفعلها أبدا. لذلك كز داني على أسنانه وبدأ الكتابة. انتهيت، ممتاز. يقف وركبتاه ترتجفان، ويخرج لإرسال الرسالة، لكنه يعثر عند عودته على مظروف في صندوق بريده. يأخذه ويستغرب بقلق من مدى تشابهه مع الذي أرسله للتو. يفتحه ويجد بداخله ورقة بيضاء مطوية. يقرأ محتواها وينزل إلى الأرض. تقول الرسالة: مرحبا داني، لم أعرف كيف أطلب منك، لذلك كتبت هذه الرسالة. أعتقد أنك شخص رائع، هل تريد الخروج معي في موعد؟ هانا. ضحك داني بارتياح وعدم تصديق. اتضح أن قلقه الكبير لم يكن مبررا. ينظر السيد جيمسون إلى ساعته. الساعة السادسة إلا 5 دقائق. يذهب إلى النافذة ليتفحص آلات الكمان للمرة الأخيرة قبل المغادرة. يأخذ كمانه المفضل ويجلس بالقرب من النافذة ويعزف. لطالما عاش وحيدا ولم يشاطره أي أحد شغفه بالعزف، وقد تصالح السيد جيمسون مع ذلك، فقد كان الكمان حياته ومصدر رزقه. صنع آلات الكمان وعزف عليها،
وكل آلة لها اسم وقصة مرتبطة بها. آلة الكمان هذه سماها أغاثا، وكان يراها مثالية، أحب كل نغمة أصدرتها، واعتقد أن قلبه لن يسمح له ببيعها أبدا. ينهي السيد جيمسون المقطوعة ويدرك أنه ليس بمفرده. هناك شخص يقف مباشرة خارج نافذة المحل، ينظر للأعلى ويرى امرأتان في أوائل الثلاثينيات من عمرها تحدق فيه مباشرة، لا تبدو مألوفة له. تبادر المرأة وتهز برأسها ثم تذهب لقرع الباب. يفتح السيد جيمسون الباب فتقول المرأة من باب التحية: هذه الآلة إنها جميلة، هل لها اسم؟ يتمتم السيد جيمسون في حيرة: نعم، اسمها أغاثا، ماذا عن اسمك؟ تحمر المرأة خجلا: أعتذر بشدة، اسمي ليندا كراين، أرجو أن تعذر تطفلي، لكن هل يمكنني حملها يا سيد؟ جيمسون، راندل جيمسون. نعم تفضلي، هل تعزفين؟ بدلا من الرد تأخذ سيدة كراين الكمان وتضغط خدها على بدنه وتضع القوس على الأوتار. المعزوفة بسيطة ويعرفها السيد جيمسون جيدا، لكن لم يسبق له سماع كل تلك القوة والمشاعر عند عزفها. يأخذ بهدوء كمانا آخر ويبدأ في عزف المعزوفة المساندة، وبعد الانتهاء يجلس راندل وليندا في صمت ينظران إلى الأرض، ثم يرفع كلاهما عينيه وينظر للآخر ويدركان أنهما لم يعودا وحيدين. يأتي الحب في جميع الأشكال والألوان والأوقات ويزورنا جميعا، إنه ما يجعل العالم بأكمله يدور ويستمر. واطمئنوا، سيجد الحب في النهاية طريقه حتى لأكثر القلوب وحدها.